بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الأعزاء، متابعين الكرام، أسعد الله مساكم بكل خير ومحبة وسلام. هنا نعود في عاصمة الميادين وفي الفترة المسائية بانطلاقة هجن أصحاب السمو الشيوخ، هذه الأمسية الخاصة أيضا بسن الثنايا. هنا مشاهدين الأعزاء، متابعين الكرام، على الهواء مباشرة عبر قناة إياس الرياضية. انطلاقاتنا دائما تأتي ضمن التوجيهات السامية لمقام سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وبمتابعة واهتمام كبير من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. مشاهدين الأعزاء، متابعين الكرام، في الوطن العربي الكبير، متابعي قناة ياس الرياضية، على بركة الله وتوفيقه تعلن أول انطلاقات الأبكار الثنايا المحليات الأصايل، أول أشواط هجن أصحاب السمو الشيوخ في هذه الأمسية الرائعة وفي ليلة 28 من شهر أكتوبر لعام 2016 الميلاد، بانطلاقة 13 شوطا توزعت ما بين الأبكار والجعدان المحليات والمهجنات الأصايل. مسافتنا المقررة من اللجنة العليا المنظمة لهذا السباق هي 6 كيلومترات. على بركة الله وتوفيقه نسير مباشرة لناخذ المركز الأول، لتأتي في الصدارة الأولى الذيبة بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، يتواجد سعيد بن عبيد السبوسي في عملية التضمير والتدريب، بينما أيضا ترحيبنا في هذه اللحظات بسمو الشيخ ذياب بن سيف آل نهيان، والترحيب يتجدد بسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان بالحضور والتواجد هنا ومتابعة سباق هذه الأمسية. المركز الثالث، أخذ المركز الثالث أو المركز الثاني الشاهينية من هجن الرياسة، يتواجد المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري. نقلة مباشرة مشاهدينا الأعزاء، متابعين الكرام، مع القادمة هنا هملولة من هجن الرياسة، علي بن يمي اللهيبي يقدم هملولة على المركز الثالث. المركز الرابع، الوصول من شواهين لهجن الرياسة، ظافر المضمرين علي بن يمي اللهيبي يقدم هملولة، يقدم شواهين، وصلت الشاهينية على المركز الخامس من هجن الرياسة. يتواجد هنا أيضا المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري يقدم هذه الانطلاقة، بينما الغزيل وصلت من الزاوية الأخرى لهجن الرياسة. لهجن الرياسة يتواجد أيضا علي بن ميل الوهيبي يقدم الغزيل، ولكن الوصول أيضا القادمة في هذه اللحظات السرمدية لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان، الصادق فضل الأمين يقدم هذا الاسم، وصلت الشاهينية أيضا بشعار سمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان، الصادق فضل الأمين يقدم هذه الانطلاقة. العين قادمة، العين واصلة بشعارها العيناوي كبير، لياتي شعار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان محفوظ بخميس الينيبي يقدم هذه الانطلاقة القوية والشعارات المثيرة القادمة. أيضا العين لهجن الرياسة، عوض بن مبارك المهيري يقدم هذه الانطلاقة. هكذا مشاهدينا الأعزاء، متابعين الكرام، انطلاقتنا الأولى وشوطنا الأول ونيدانا الأول، نعود إلى المقدمة والصدارة. الذيبة الذيبة الذيبة، شعار سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، أحد الشعارات العملاقة في عالم الأصالة. يأتي سعيد بن عبيد السبوسي أحد شبابنا المضمرين، من يقود الذيبة في المركز
المركز الأول في الانتقال الأول في الصدارة الأولى في النجومية الرائعة مع هذا الشعار الذي سجل من الإنجازات الكثيرة والكثير. بينما المركز الثاني تدخل من الشاهينية وصل الشعار الحمر وصل الخطر. بدأ أيضا أبو ذياب المستحيل يقدم الشاهينية من المؤسسة العملاقة مؤسسة هجن الرئاسة. ياتي راشد بن محمد بالسم المنصوري يقدم هذه الانطلاقة الوصول من السرمدية بشعارها العيناوي بنجمتها العيناوية التي بداخلها مليون ناموس تتواصل بهذه الانطلاقة. تأتي في المركز الثالث لسمو الشيخ محمد بن ذياب السيف الانهيان يتواجد الصادق فضل الأمين ليقدم هذا الاسم هنا في هذه الانطلاقة. مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام دشت معاها واسمها هملولة وصلت هملولة وصل الحمر بدأ يشكل الخطر. الظافر علي بن ميل الوهيبي يقدم هملولة من المؤسسة العملاقة مؤسسة هجن الرئاسة. الوصول من الغزيل من الزاوية اليمنى أيضا لهجن الرئاسة بقيادة الظافر المضمرين علي بن ميل الوهيبي. الله يا شواهين وصلت شواهين لهجن الرئاسة. الظافر علي بن ميل الوهيبي يقدم انطلاقة رائعة الشاهينية من الزاوية الأخرى لهجن الرئاسة. المجازب محمد بن عتيق بن زيتون المهيري وصول من العين وصل الزعيم العيناوي وصل العيناوي بالفعل العين بشعار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل الهيان ليتواجد أبو ناصر محفوظ بخميس لينيبي يقدم هذه الانطلاقة يقدم هذه النجومية الشاهينية قادمة أيضا بشعار سمو الشيخ محمد بن ذياب السيف الهيان الصادق فضل الأمين. لنا عودة إلى مقدمة الشوط لنا عودة إلى الصدارة لنا عودة إلى المستحيل. من يقود هذا الشوط على ظهر الشاهينية بشعارها الأحمر الجميل؟ الله 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 الشاهينية على الصدارة الشاهينية على المركز الأول الشاهينية الهواري في الكادر الأول هنا ما شاء الله تبارك الله. الشاهينية لهجن الرئاسة راشد بن محمد بالسم المنصوري يقود المستحيل الشاهينية في أول أشواط الثنايا في أسبوعنا الثاني ما شاء الله. هملولة على المركز الثاني من هجن الرئاسة. الظافر علي بن ميل الوهيبي يقدم هملولة السرمدية على المركز الثالث لسمو الشيخ محمد بن ذياب آل نهيان. يتواجد هناك أيضا من يقدم في هذه اللحظات السرمدية لسمو الشيخ محمد بن ذياب السيف الهيان الصادق فضل الأمين. الوصول من الغزيل وصلت الغزيل بالشعار الحمر باللون الخطر. الشاهينية قادمة المجازف بدأ يجازف هنا رباعية باللون الأحمر بالفعل باللون الخطر. الله 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 أن سألتوني عن الموقع فدخلنا في الغلاف الجوي للكيلومتر الأخير كيلو المتعة والإثارة كيلو الصدارة. الشاهينية هنا أيضا هملولة هناك الغزيل من الزاوية الأخرى في مقدمة هذا الشوط من هجن الرئاسة. الظافر المستحيل المجازف اللون الأحمر يسيطر كعادته هنا. مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام الله 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 على المركز الأول الغزيل على الصدارة الغزيل على المركز الأول من هجن الرئاسة. ولكن المستحيل يقدم الشاهينية راشد بن محمد بسم المنصوري أيضا من المؤسسة العملاقة. هنا الوصول من الشاهينية من هجن الرئاسة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. الخمسمائة متر الأخيرة الأمتار المجنون الأمتار النهائية الحمر الخطر باختلاف المضمرين الظافر والمستحيل وهنا المجازف. الله 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 الصدارة المركز الأول الغزيل المركز الأول الغزيل في صدارة هذا الشوط من هجن الرئاسة يقودها أبو اليمايل علي بن يميل الوهيبي ظافر المضمرين. هنا من يقدم
هذه الانطلاقة في أسبوعنا الثاني. الغزية الراعه تثيل يوم كراسي الرئيس مكتظة، بايت الناموس ومجيل مع الرئاسة. يا كبر حظ الله، الله الله الله، يا كبر حظ الناموس الذي أيضا يرافق هذا الشعار الأحمر. مشكور يا أبو سعيد، مشكور يا أبو الميمايل. الظاهر من يقدم هذه الانطلاقة، بينما المركز الثاني شاهيني من هجن الرئاسة، المركز الثالث شاهيني أيضا من هجن الرئاسة، المركز الرابع السرمدي لسمو الشيخ محمد بن دياب السيف الهيان، المركز الخامس الوصول أيضا هنا من الذيبة لسمو الشيخ حمدان بن رامي سعيد المكتوم. هكذا مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام، أحداث الشوط الأول وانطلاقاته القوية والمثيرة في عالم الأصالة. هنا مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام، نعود بالتوقيت الزمني بلمسات الزميل والمخرج أسامة الهواري. أبو طلعت دائما يأتي بكل ما هو جديد في عالم الإخراج وفي التقاط هذه الصورة من الغزيل صاحبة أول أشواط هذه الأمسية. الغزيل لهجن الرئاسة بقيادة الضافر علي بن مي اللهيبي. التوقيت الزمني ما شاء الله 9:20 وسبع أجزاء من الثانية. تهانينا للمؤسسة العملاقة مؤسسة هجن الرئاسة مع اللون الأحمر. الشاهينية من حصلت على المركز الثاني أيضا لهجن الرئاسة بقيادة المضمر المستحيل لراشد بن محمد والسلام المنصوري. 9:21:09 من الثانية. تهانينا لهجن الرئاسة، تهانينا لبوذياب راشد بن محمد والسلام المنصوري. بينما المركز الثالث وصلت الشاهينية أيضا من هجن الرئاسة ب9:25:04 أجزاء من الثانية. تهانينا وناموس لهجن الرئاسة، تهانينا لمحمد بن عتيق بن زيتون المهيري على هذا الأداء الكبير. مشاهد